محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، الحمد لله رب العالمين، وسع الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بفضله ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء مكارم الأخلاق غاية شرعته، وبلوغها ميسور إن صلحت نوايانا، فيا رب طهر قلوبنا من كل عائبة، وأصلح ظواهرنا، وصحح نوايانا، وزك نفوسنا، أنت خير ملتدئ، واجعل الدنيا حرثا لأخرانا، وصل على من أوليته بمحمود المقام ومن بالشفاعة يوم العرض أولانا، وعلى الآل والصحب ومن تبع وسلم عليهم سلاما يملأ الأكوان. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا هو موضوع خطبة اليوم. فالمساجد بيوت المتقين، ومعارف الدعاء، ومهابة الملائكة، فيها يتعرف الإنسان على ربه وخالقه، فيها يتأدب بأدب سيد الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى محمد، فيها يتعلم الإنسان حقوق الوالدين وكيف يتعامل معهما، فيها يتعلم الولد حقوق أبويه عليه، ويتعلم الوالدين حقوق أولاده عليه، فيها يتعلم الإنسان حقوق مجتمعه وجيرانه ومن يسكنون حوله ويتعاملون معه، فيها يتعلم الإنسان كيف يسير على الطريق ليصل إلى جنة الخلد وملك لا يبلى. لذلك كانت وصايا الصالحين كما جاء عن حكيم هذه الأمة، وهو يقول لولده: يا بني، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، ومن يكن المسجد بيته ضمن الله له الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة، فاللهم بلغنا إياه. من هنا كان النداء: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا؟ لأن الذي يجلس في المسجد لا يجلس وحده، إنما
فإذا ما كان ذلك فلا بد للإنسان أن يتجمل ويتزين كما يتزين لغيره. وحتى ندرك معنى خذوا زينتكم، لأن المعنى أشمل وأوسع من مجرد أن تلبس ثيابا جميلة نظيفة باهظة الثمن. فالسبب في نزول هذه الآية كما يذكر المفسرون أن المرأة كانت تطوف بالكعبة في بيت الله الحرام، لكنها تطوف وليس عليها من الثياب غير ما يستر محل الفرج وفقط. فكانت تطوف حول الكعبة عاريا وهي تردد وتقول: اليوم يبدو بعضه او كله، وما بدا منه فلست احله. فنزلت هذه الآية لترفض هذه العادات الجاهلية وتوجه المسلم إلى أن يأخذ زينته عند كل مسجد. لذلك فسر المفسرون خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم. من خلال هذا السبب الذي ذكر، وهناك من فسره بالمعنى العام، لكننا نقول بأن المعنى يشمل كل شيء، لا يشمل فقط زينة الثياب التي يواري بها الإنسان عورته ويتجمل ويتزين بها للناس. لأن قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ثم يذكر عادات ما كان يفعله الجاهليون، ثم بعد ذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا لا بد من وقف. لماذا يقول ربنا يا بني آدم؟ لماذا لم يقل يا أيها الناس؟ هذا خطاب عام يشمل من؟ يشمل المسلم وغير المسلم. لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا؟ لأنهم الذين يأتون إلى المساجد. كان عند الحديث أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: لماذا يا بني آدم؟ مع أن الله عز وجل يخاطب المسلم أن يأتي إلى المسجد، أن يأتي لأداء عبادة في هذا البيت الذي أشار الله ودلنا على عبارته. هنا بدأ النداء يا بني آدم حتى يشعرك بأنك إنسان وأنك موصول بآدم عليه السلام، فهو نداء الفطرة. وكذلك لتتذكر ما فعله أبوك آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة، فكان إلى هذا الوقت وإلى هذا الحين الذي عصى آدم فيه ربه لم يكن يشعر أصلا أن عنده سوءة طوارئ. ما كان يشعر آدم أن عنده عورة، لكن نداء الفطرة عندما أكل من الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وهدي آدم بفطرته إلى أن يستر عورته، فطفقا يقصفان عليهما بورق الجنة ليستر العورة. لنعرف حرص الإسلام على ستر العورات عند قدوم المساجد لأنه شرط في صحة الصلاة، ولندرك كذلك ولنعلم أنه رداء الفطرة أن يكون الإنسان محافظا على أمانة الجسد، ليتذكر أولئك الذين يسيرون في الطريق بالبرمودة وبما هو أعلى من البرمودة واللي بيسيب البنطلون حتى يسجد فينكشف ظهره وتظهر سوءته وهو بين يدي
أثر نعمته على عبده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله رجل، الرجل يحب أن يرى أن يكون ثوبه حسن ونعمه حسن، لأن النبي قبلها تكلم عن الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هنا سأل الرجل، الرجل يحب أن يرى ثوبه حسن وأن يرى نعمه حسن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يحبك أن تكون صاحب زي مهندم نظيف طاهر. ثم نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتفي بهذا، إنما يوجه إلى أهل الأمة وهم قادمون من سفر: أصلحوا رحالكم حتى تكونوا في الناس كأمة شامة ينظر إليك الشخص فيرى فيعلم من نظافتك ومن طهارتك أنك مسلم. هل تدري أن المسلمين عندما فتحوا الأندلس وجدوا الناس هناك يتقربون إلى الله عز وجل بعدم الاغتسال وعدم النظافة، وفضحات الرائحة الخبيثة، حتى علموهم في هذا الوقت كيف يهدموا أنفسهم. كان رجال الدين هناك يتقربون إلى الله ويرتفع بعضهم مقاما عن الآخر بعدم أن يصيب كسبه المال، فتجد من يفتخر يفتخر أو يفخر بأنه 10 سنوات لم يغتسل، 20 عاما لم يغتسل، منذ 4 لم يغتسل، وما كانوا يعرفون عزكم الله حمام. فعمم المسلمون علموهم المسلمون ذلك، وأوجبوا على كل من يقوم ببناء بيت أن يبني إلى جواره حماما. فدخلت إليهم النظافة والمدنية والتجمل في الثياب من حضارة المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتفي بجمال الثياب فقط، وإنما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمال الفم وجمال الأسنان. فكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حرصا منه صلى الله عليه وسلم بأي شيء تنظف الفم وتنظف الأسنان. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصل أو كراثا فليعتزل مسجدنا، في رواية فليعتزلنا وليقعد في بيته. بل إن الفقهاء، أو من العجيب في هذا الحديث في جريدة الشعر سنة 1958 كتب أو وجد فيها، قرأت مقالا هنا وعلق عليه أحد الأساتذة في جامعة الأزهر دكتور أحمد الشربس وكان وزير للأوقاف، أن في إحدى الدول الأوروبية حرموا ورفضوا أن يركب راكب إلى المواصلات العامة ورائحة البصل أو الثوب تفوح من فمه، وأوجبوا غرامة على ذلك. ولم موجها إلى أمور أخرى، كأن لا يترك الإنسان، كأن لا يترك الإنسان غطاء غطاء أو وعاء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء، يعني أن تغطى الأشياء، وعدد ذلك ليحافظ عليك ولتكون هذه الأشياء نظيفة، لأنه في السنة ينزل لا ما يجب من إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من هذا الداء. فهذا ما علمنا إياه رسول الإنسانية وقائد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتزين في الظاهر، في الظاهر ليكون الإنسان ويبدو جميلا للناظرين. عودوا إلى الله واستغفروا يغفر لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا
محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد إخوة الإسلام والإيمان، هكذا رأينا الإسلام يهتم بجمال الله وبجمال الطائحة والشعر والوجه والثياب ورائحة العرق كذلك، إن لم نكن قد أشرنا إليها فهي تضاف إلى الرائحة الخبيثة، وكل رائحة تفول من الإنسان مكره الناس، سواء كان ذلك في المسجد أو في المواصلات العامة أو غير ذلك.